أهلا بكم مجددا. سوف أقوم الآن بحل بعض الأمثلة الإضافية لمراجعة بعض المشتقات التي كنا قد رأيناها، ومن ثم سوف أقدم لكم شيء ما يسمى بقاعدة السلسلة، وهي تمتد إلى عالم جميع أنواع الاقترانات التي يمكننا أن نأخذ مشتقاتها. إذا في العرض الأخير وضحت لكم كيفية الاقتران إذا كان لدي f x يساوي 10x للقوة 7 زائد 6x تكعيب زائد 15x ناقص x للقوة 16. كي نأخذ مشتقة هذا الاقتران كله، نأخذ مشتقات كل جزء من الأجزاء لأنه يمكنك أن تجمعهم. إذن f فتحة للإكس في هذا المثال، أعتقد أنك فهمت فكرة هذه النقطة، إنها مباشرة. تأخذ 7 تضربها ب10 فتحصل على 70x، ثم نقلل الدرجة بمقدار 1. إذن 70x للقوة 6 زائد 18x تربيع زائد 15. يمكننا أن نعتبر أن هذا x للقوة 1، إذن هو 1 ضرب 15 ضرب x للقوة 0 أي 1، إذن هذا يساوي 15 ناقص 16x للقوة 15. ولا أريدكم أن تفقدوا انتباهكم لما نفعله هنا. ما هي قيمة f فتحة للإكس؟ إن هذا هو الاقتران الذي يخبرنا ميل أي نقطة x على طول المنحنى f الx. إنه شيء مثير للاهتمام للغاية. دعوني أرسم لكي أعطيكم بعضا من الأفكار. لا أعلم كيف يبدو ميل f الx في الحقيقة، وفي الواقع دعونا نتظاهر بأن هذا ليس f x، بل دعونا نتظاهر بأن ما أرسمه عبارة عن اقتران اعتباطي ما. إذا كان هذا f x وهو يمثل منحنى بحيث أن جميع أنواع الأشياء الغريبة f فتحة للx يخبرني الميل على أي نقطة على طول ذلك الخط، فإذا أردت أن أعرف الميل على هذه النقطة الموجودة هناك فيمكنني أن أستخدم اقتران المشتقة لإيجاد ميل خط المماس. إن خط المماس عبارة عن شيء كهذا، أو إذا أردت أن أجد الميل على هذه النقطة فمرة أخرى سوف أستخدم اقتران المشتقة، وسوف يخبرني ميل خط المماس على تلك النقطة وهو سيكون كهذا. إذن هو شيء مفيد جداً، وعندما أعطيكم جميع الأدوات لتقوموا بإيجاد جميع المشتقات بأسلوب تحليلي، بالتالي نقوم بحل مجموعة من المسائل والتطبيقات على المشتقات، وأعتقد أنك ترى أنه مفهوم مفيد حقا. لذا دعونا نبدأ. أعتقد أنكم قد أدركتم فكرة كيفية حل هذه المشتقات من متعددات الحدود. اسمحوا لي أن أمحو هذا، إنني في الواقع أستخدم أداة مختلفة الآن، لذا أعتقد أنها ربما تكون أبسط. دعونا نرى، كان أحدهم يتصل بي لكن الدرس أهم من ذلك، لذا سوف لن أجيب على المكالمة. سوف أعرفكم على إن هذه الأداة لا أعتقد أنها ممحاة، سوف أعرفكم على في الواقع دعونا نرى. يبدو أن ذلك لا يعمل، دعوني أمحوه هكذا بالطريقة التقليدية، عليكم أن تتحملوني.
هذا جيد، أشعر بأنني معلم حقيقي ولدي لوح حقيقي وممحاة حقيقية الآن، إن هذا أنظف من لوح الطباشير. تحملوني، إننا هنا، سوف أجد طريقة أسرع للقيام بهذا في العروض اللاحقة. إنني أوضح لكم كيفية إيجاد المشتقات في التفاضل والتكامل، لكن لا أعرف كيفية المحو بطريقة أسرع من هذه. لقد انتهينا. حسنا، سوف أوضح لكم الآن كيفية حل المشتقات التي تحتوي على اقتران أكثر تعقيدا. إنه ليس أكثر تعقيدا، إنه مختلف. دعونا نفترض f الاكس يساوي اثنين اكس زائد ثلاثة، اثنين اكس زائد ثلاثة، وكلها مرفوعة للقوة خمسة، وأريد أن أجد مشتقة هذا. سوف نستخدم شيء ما يسمى بقاعدة السلسلة، لأن هناك شيء يمكننا فعله. يمكننا أن نضرب الاثنين إكس زائد ثلاثة للقوة خمسة، وإذا كنت قد فعلت ذلك فأنت تعلم أنه متعب. إذا نحن لا نرغب بفعل هذا الشيء، سوف نستخدم شيء يسمى بقاعدة السلسلة، وسوف أعطيكم مجموعة من الأمثلة قبل أن أوضح لكم تعريف قاعدة السلسلة، لأنني أعتقد أنها شيء عليكم أن تتعلموه عن طريق مثال. إذا قاعدة السلسلة تخبرنا أن مشتقة، دعونا نفترض هذا الاقتران الموجود هنا، تأخذ مشتقة الاقتران ومن ثم يكون بإمكانك أن تحلها. لكنني أعتقد أنه عندما تتعرفون عليها بشكل رسمي فسيصبح أكثر إرباكا. ما أفعله هو أنني أخذ مشتقة 2x زائد 3. إذا أولا أخذ مشتقة 2x زائد 3. ما هي مشتقة 2x زائد 3؟ حسنا، تعرفونها، إنها عبارة عن مشتقة 2x أي 2، ثم مشتقة الثلاثة أي 0. إذا مشتقة 2x زائد 3 هي 2، ومن ثم سوف أضرب ذلك بمشتقة الشيء كله، وأتظاهر أن 2x زائد 3 بحد ذاتها كمتغير. إذا بالتالي ما هي مشتقة x للقوة 5؟ حسنا، مشتقة x للقوة 5، سوف أفعل ذلك بلون مختلف. مشتقة x للقوة 5 هي 5x للقوة 4. إذا تكون 5 ضرب شيء ما مرفوع للقوة 4، لكن هنا لم نأخذ مشتقة إكس للقوة 5، بل أخذنا مشتقة 2 إكس زائد 3 للقوة 5. إذا نضع 2 إكس زائد 3 بدلا من ذلك. ماذا فعلنا هناك؟ انتقلنا إلى داخل الاقتران وأخذنا المشتقة هنا، ومشتقة 2x زائد 3 كانت عبارة عن 2، ومن ثم ضربناها بمشتقة الاقتران الأكبر، ونتظاهر أن 2x زائد 3 عبارة عن متغير، إنه مثل x. إذا بدلا من 5x للقوة 4 حصلنا على 5 ضرب 2x زائد 3 مرفوعة للقوة 4. وإذا بسطنا ذلك، f x يساوي، أو f فتحة لل x يساوي 2 ضرب 5 يساوي 10 مضروبة في 2 x زائد 3 مرفوعة للقوة 4. إن ذلك أبسط من ضرب 2 x زائد 3 للقوة 5.
ومن ثم نقوم بإيجاد المشتقات بالطريقة القديمة. أعلم أن هذا يربككم قليلا، لذا سوف أجرب حل بعض الأمثلة الإضافية. دعونا نفترض أن لدي جيل الإكس، جيل الإكس يساوي إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 3، وكلها مرفوعة للقوة 8. إذن جي فتحة للإكس سيساوي، حسنا، ماذا قلنا؟ نأخذ مشتقة ما هو في الداخل، هذا ما يسمى بقاعدة السلسلة. ما هي مشتقة ما هو في الداخل؟ إنها 2X زائد 2 زائد 0، ومن ثم نأخذ مشتقة كل شيء، ونتظاهر أن كل هذه العبارة، أي X تربيع زائد 2X زائد 3، عبارة عن المتغير X. نحن نعلم أن مشتقة x للقوة 8 هي 8x للقوة 7، لذا ستكون 8 مضروبة في شيء مرفوع للقوة 7، وذلك الشيء عبارة عن كل هذه العبارة الموجودة هنا، أي 8 ضرب x تربيع زائد 2x زائد 3. أتمنى أنني لا أربككم كثيرا، ويمكنكم تبسيط هذا أكثر بأي طريقة، لأنه عبارة عن 2x زائد 2 مضروبة في 8 مضروبة في x تربيع زائد 2x زائد 3 مرفوعة للقوة 7. لكي نضرب هذا، أو أن عملية الضرب هذه تشكل عناء كبيرا، لكن يمكننا أن نبسطها قليلا. دعوني أرسم خط فاصل هنا. يمكننا أن نقول أن ذلك يساوي 16x زائد 16 مضروبة في x تربيع زائد 2x زائد 3 مرفوعة للقوة 7. إنني أجعل الأمور فوضوية. أتمنى أنني لا أربككم كثيرا. في العرض التالي سوف أقوم بحل مجموعة من الأمثلة باستخدام قاعدة السلسلة، وأعتقد أنه كلما قمتم بحل المزيد من الأمثلة سوف تستوعبون الأمور بشكل أفضل، ومن ثم بعد قيامي بحل مجموعة من الأمثلة سوف أعطيكم تعريفا رسميا. أعتقد أن تلك طريقة أبسط لاستيعاب قاعدة السلسلة، أكثر من إعطائكم التعريف الرسمي أولا ومن ثم أوضح لكم مجموعة من الأمثلة. إذن أراكم في الدرس التالي.